حلقها تعود إلى دائرة الأضواء من جديد. منتجات الشركة الشهيرة تحقق أعلى المبيعات منذ سنوات بعد أن رفعت الأسواق شعار بكل فخر صنع في مصر. شركة آل الأغذية المحفوظة زي ما حضراتكم شايفين من التسلسل التاريخي تاريخ كبير جدا وتاريخ عريق جدا. السوق المصري يعرف كويس قوي شركة أها ومنتجات شركة أها بمختلف أنواعها. احنا عندنا منتجات كتيرة جدا متنوعة جدا، بنتعامل مع معظم شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة العامة لجارة الجملة، الشركة المصرية لجارة الجملة، المجمعات الاستهلاكية، كل دي بتاخد منتجات أها. ده معناه أن منتجات شركة أها بتصل إلى ما يقرب من 60 مليون مواطن على أرض مصر. الحقيقة شركة أها خلال العام المالي السابق حققت رقم مبيعات يمكن محققتوش في 3-4 سنين سابقة. احنا حققنا ما يقرب من 168 مليون جنيه مبيعات، حققنا تصدير فوق 51 مليون جنيه، كل ده زيادة عن انتاج أها عن العام المالي السابق 21-22 في قيمة المبيعات ما يقرب من 50% زيادة، في قيمة الانتاج ما يقرب من 10%، في قيمة المستهدف ما يقرب من 20%. كل دي أرقام قدرنا نحققها في خلال عام واحد فقط. ولا ترتبط منتجات شركة قها ذات السمعة التاريخية الممتدة بالمستهلك المحلي فحسب، وإنما امتد الإقبال عليها بين الأسواق التصديرية. احنا هنا في شركة أها مش قاصرين على تصدير الدول العربية بس، احنا بنصدر للدول الأجنبية وفتحنا أسواق في الدول الأجنبية زي إيطاليا، صدرنا فيها صلصة براميل السبتك، وزي ألمانيا وزي فرنسا وزي إنجلترا، بنصدر لكل الدول الأجنبية بجانب الدول العربية، الكويت، ليبيا، كل الدول ديت احنا بنصدر فيها. احنا بنصدر لليمن، بنصدر لسلطنة عمان، بنصدر لإيطاليا، بنصدر لألمانيا، بنصدر لأمريكا، كل دي منتجات شركة أها بتصلها. على سبيل المثال للحصر، يعني سنة العام المالي السابق احنا صدرنا لدولة ايطاليا معجون او مركز الطماطم اللي هو المادة الرئيسية في تصنيع الصلصة، صدرنا لها ما يقرب من 600 طن انتاج، وده رقم كبير جدا. ومش عايز اقول لك ان لما وصلت الشحنة دي ايطاليا بعتت لنا جواب بيثني على جودة المنتج، وبيقول كمان ان هو بيضاهي المنتج نفسه اللي موجود في الاسواق الاوروبية. بنصدر لليمن، بنصدر لسلطنة عمان، معظمها عصائر ومربات، ويمكن حضراتكم في الجولة اللي عملتوها شفتوا المخزن الجاهز للشحن، فيه شحنة كاملة طلع لليبيا خلال الأيام القليلة القادمة، وفي شحنة تانية بتتجهز لليمن برضو يمكن خلال الشهر ده إن شاء الله. ولم يكن رواج منتجات شركة قها داخل مصر وخارجها إلا باستيفائها جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة بما يتوافق مع المعايير العالمية في كل مراحل عملية الإنتاج. مصنع الطبي النهاردة بيشتغل خطين إنتاج، الخط الأول إنتاج وتعبئة مربى فراولة، مربى الفراولة مراحل التصنيع بتاعتها بيتم فرز الفراولة وبعد كده إضافة مكونات السكر والبيكتين والستريك، بعد عملية الطبخ بيستكمل عملية الطبخ أندر فاكيوم، بعد استكمال عملية الطبخ والوصول لدرجة التركيز المطلوبة بيبدأ يعمل عملية تسخين ويحول على فيلر تعبية، بحيث يعمل تعبية في برطمانات الساعة بتاعتها 350 جرام. بعد عملية التعبية في برطمانات بيتم قفل البرطمان بالغطاء على درجة حرارة ما بتقلش عن 85 درجة مئوية، بحيث يكون تفريغ داخل الأبوة. بعد القفل الدبل سيمينج بيتم عملية البسترة، بحيث ان انا بقضي على جميع الميكروبات المحبة للحرارة المنخفضة والمحبة للحرارة المرتفعة. وجميع منتجات شركة أها بدون مواد حافظة وبتعتمد عملية الحفظ على عملية البسترة. احنا بنصدر لمعظم الدول العربية العصائر في العلب الصفيح اللي حضراتكم شفتوها أثناء الزيارة، لكن أمريكا بنصدر لها العصير ده هي حسب مطلبها، يعني بنصدر لها في إزاز في عبوات زجاجية هي بتختارها، وهي أو يعني الوكيل بتاعنا هناك بيختارها وبنعملها له، وبتتصدر بمواصفات معينة لأن كل منتج بيروح لبلد له مواصفات احنا بنعملها وبنصدرها على هذا الأساس. شركة أها أنا حاسس أنها بترجع تاني، الناس حباها، الناس حابة منتجها، لأن احنا منتجاتنا متنوعة جدا. لو قلنا منتج واحد زي الصلصة، أنت بتبتدي من ظرف 50 جرام إلى علبة 3 كيلو، يعني كل ما بين ال 50 جرام الى 3 كيلو منتجات متنوعه جدا، سواء ظرف الديوباك، سواء البرطمانات او العلب الصفيح، كل ده
منتج واحد بس، عندنا خل، عندنا مربات، عندنا حتى المخللات موجودة، عندنا طبعا العصائر بمختلف أنواعها. وعلى صعيد جهود التسويق، فقد ازداد عدد منافذ بيع منتجات شركة قها ليبلغ 34 منفذا على مستوى الجمهورية، بخلاف مشاركتها في معارض أهلا رمضان ومبادرات تخفيض الأسعار ومنافذ وزارة التموين الثابتة والمتنقلة ومجمعاتها الاستهلاكية، بما يتيح الوصول بمنتجات شركة قها إلى أكبر قدر من المواطنين في جميع المحافظات. اهتمينا بمحور التسويق زي ما حضراتكم شفتوا برضو وصورتوا المنفذ اللي في سور مصنع الطبية، ده واحد من 6 منافذ موجودين في اسكندرية، احنا طورنا حتى الآن 4 وجاري تطوير الاثنين التانيين، وبنحاول نفتح منافذ تانية. في منافذ موجودة في بعض الجامعات زي جامعة عين شمس، يمكن أشهر المنافذ اللي موجودة عندنا منفذ السواح اللي هو بجوار الشركة القابضة، في منفذ على الطريق الزراعي، في منفذ هنا في اسكندرية فيكتوريا، ودي منطقة يعني مكتظة بالسكان ومنطقة شعبية موجود فيها المنفذ بتاعنا، وبيحقق رقم مبيعات الحقيقة رقم مش وحش أبدا، بالعكس رقم رائع. ومن بين صفوف عمال مصانع شركة قها برزت قصص نجاح حازت على تقدير القيادة السياسية التي تحرص في كل مناسبة على تكريم النماذج المشرفة في عيد العمال. طبعا ان تم حصولي على وسام العمل من الطبقة الاولى من فخامة الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، طبعا هو بص للشركات الصغيرة ان هو بدأ يكرم النقابيين اللي فيها، وكان ده طبعا احساس كنت سعيدة جدا ان انا بقابل الرئيس. قها اسم قديم يعود من جديد ليتصدر اجواء تشجيع المنتج المصري الذي أثبت جدارته في الأسواق الأوروبية ويحظى بثقة المواطن المصري على مر التاريخ.